وهنا واجهة برمجة التطبيقات في حال أنني أردت المزيد من المعلومات حول وثائق كليك ميتينج أقوم بزيارة هذا الرابط. والخيار الآخر هو Manage Presenters أي إدارة المقدمين. هنا سوف يقوم بإظهار مقدمين العروض كما هو موضح أمامكم على الشاشة، ويمكنني أيضا إضافة مقدم آخر. هنا أقوم بكتابة الاسم، اسم المقدم، كذلك البريد الإلكتروني الخاص به. ويمكنني أيضا كتابة نبذة شخصية مبسطة في هذا المربع، وبعد ذلك أقوم بالنقر على Add. وبهذه الطريقة قمت بإضافة مقدم آخر. وهنا يوجد خيار أستطيع تفعيله وإغلاقه، ألا وهو السماح للمقدمين الآخرين ببدء الحدث أو إنهائه. في حال أنني قمت بتفعيل هذه الخاصية، يستطيع المقدم الآخر بالتحكم بإنهاء الحدث أو تشغيله، ويمكنني أيضا إغلاق هذه الخاصية. وهنا أيضا الـ Private Messages أي الرسائل الخاصة. هنا صندوق الوارد، سوف أتلقى الرسائل التي تصلني هنا، وبالنقر على الرسالة سوف أقوم بعرض محتواها. هنا رسالة ترحيبية من برنامج كليك ميتينج، وهنا كما هو موضح أمامكم على الشاشة الاسم، كذلك التاريخ والمرسل. وأيضا يمكنني القيام بحذف الرسالة بالنقر هنا. Are you sure you want to remove this message؟ هل أنت متأكد من أنك تريد حذف الرسالة؟ أقوم بالنقر على OK. وبهذه الطريقة تمت إزالة الرسالة. There are no messages in your inbox، أي لا توجد رسائل في صندوق الوارد الخاص بي. وهنا Appearance Settings أي إعدادات المظهر. هنا General عام، أستطيع التحكم بمظهر الحساب. أستطيع تحديد لون المظهر كما هو موضح أمامكم على الشاشة. هذه هي الصفحة الرئيسية. أستطيع أيضا وضع لون آخر. هنا أستطيع تغيير الشعار بالنقر على Upload Your Logo. أستطيع تحميل لوجو آخر أو شعار آخر، ويمكنني أيضا إضافة خلفية عن طريق اختيار من إحدى الصور. وبعد ذلك أقوم بالنقر على سيف. وهنا البريد الإلكتروني، أستطيع تعديل مظهر الرسالة التي سوف تظهر للمدعوين. مثال سوف تظهر الدعوة للحدث بهذا الشكل.
يمكنني القيام بتغيير أو تعديل بعض الأمور، مثال هكذا تعديل شكل الصورة أو مكان الصورة أو العنوان كذلك. كذلك يمكنني النقر على عناصر الحدث وإضافة معلومات مقدم العرض بالنقر على مقدم العرض وإضافته إلى صفحة البريد الإلكتروني. كذلك يمكنني إضافة الإيفنت آي دي، ويمكنني كذلك إضافة مربع تحميل. أو مربع صورة أو نص، كذلك نص مرفق مع صورة. وهنا رابط، يمكنني وضع رابط ضمن محتوى الرسالة وأقوم بإضافة الرابط هنا والنقر على أوكي. كذلك يمكنني كما ذكرت إضافة صورة بهذا الشكل، نقوم بالنقر على upload image وأقوم بتحديد الصورة، وبعد ذلك أقوم بالنقر على open أو فتح. ومن ثم أقوم بالنقر على OK. وبهذه الطريقة تمت إضافة الصورة لمحتوى الرسالة. وهنا بروفايل بيج أي صفحة ملف التعريف، هنا صفحة ملف التعريف الخاصة بي، سوف تظهر للآخرين بهذا الشكل. كذلك يمكنني عدم إظهار ملف التعريف الخاص بي للآخرين عن طريق إلغاء علامة الصح، وأيضا يمكن القيام ببعض التعديلات كإلغاء مربع البثوث المجدولة أو الأحداث المجدولة، كذلك الأحداث المسجلة، ويمكنني أيضا إضافة مربع تحميل. وأيضا مربع لكتابة نص، مثال، وبعد ذلك أقوم بالنقر هنا. ممكن القيام ببعض التعديلات كتغيير الخط، وإضافة صورة كذلك عن طريق رابط ووضع وصف. وفي مربع التحميل يمكنني القيام بإضافة مستند أو ملف بالنقر هنا، وبعد ذلك أقوم بالنقر على Add New File، إضافة ملف جديد. قم بالنقر على Open أو فتح. يقوم بالتحميل. ويمكنني أيضا إضافة العديد من الملفات بالنقر هنا وتحديد الملفات، وبعد ذلك النقر على سيف، وسوف يظهر بهذه الطريقة.
وهنا شير أي مشاركة رابط ملف التعريف الخاص بي. في حال أنني أردت مشاركته أقوم بالنقر على كوبي. وبعد الانتهاء من القيام بإضافة العناصر أستطيع معاينة الشكل النهائي لملف التعريف الخاص بي، وبعد ذلك أقوم بالنقر على سيف بروفايل بيج. وهنا إضافات الحساب، هنا الوظائف الإضافية كمساحة التسجيل، يمكنني القيام بشراء مساحة تسجيل واختيار إحدى هذه الباقات المناسبة، كذلك في الأسفل المبلغ وهنا شهريا. وفي حال أنني قمت باختيار إحدى هذه الباقات أقوم بالنقر على باي لاستكمال عملية الشراء. وهنا Change User Name تغيير الاسم، اسم المستخدم يمكن القيام بتغييره، وبعد ذلك النقر على Change أي تغيير. وهنا الأحداث المتوازية، أي يمكن القيام بتشغيل أكثر من بث أو أكثر من حدث في نفس الوقت. وهنا أقوم باختيار الباقة أو عدد البثوث، وبعد ذلك أقوم بالنقر على باي لاستكمال عملية الشراء. وهنا مقدمين العروض، يمكنني إضافة المزيد من مقدمي العروض. كذلك هنا توجد ملاحظات، ألا وهي أن وظيفة مقدم العرض الإضافية لا تزيد من عدد الكاميرات والمايكروفونات أثناء الحدث. كذلك يمكن للمقدم الإضافي إدارة المحادثة وتشغيل جلسة Q&A واستخدام كافة الميزات المتوفرة في القائمة في الندوات عبر الإنترنت، ويمكنك تمكين 8 كاميرات ومايكروفونات كحد أقصى في نفس الوقت. وهنا كذلك الباقات أو عدد مقدمي العروض، أقوم باختيار أو تحديد أي واحدة منهم، كذلك أقوم بالنقر على باي للشراء. وهنا الحسابات الفرعية، يمكنني القيام بشراء حسابات فرعية، كذلك تحديد حجم الحساب وأيضا عدد الحسابات الفرعية بالنقر هنا. وهنا المبلغ الإجمالي، وهنا آلي، كذلك مباشر، وهنا الحجم كما هو موضح أمامكم على الشاشة. وبعد ذلك أقوم بالنقر على باي، ويمكنني إدارة هذه الحسابات الفرعية عن طريق الحساب الأساسي أو الرسمي، ويمكنني إنشاء هذه الحسابات الفرعية لأفراد المؤسسة. وهنا مساحة التخزين، أستطيع من خلالها القيام بشراء ملفات التخزين، هنا تحديد حجم الملفات، وبعد ذلك أقوم بالنقر على باي أو شراء. وهنا قاعدة المعارف، ألا وهي نوع من أنواع قواعد البيانات لإدارة المعرفة. قواعد المعرفة هي مخزن للمعلومات التي توفر وسيلة لجمع المعلومات وترتيبها ونشرها والبحث فيها والاستنفاع منها. هنا الإعدادات الخاصة بالخصوصية والأمان، يمكنني الحصول على جميع المعلومات التي تخص الخصوصية والأمان. كذلك هناك أسئلة شائعة، يمكنني الحصول عن طريقها على الإجابات. وهنا المصطلحات، تحتوي المصطلحات على جميع المصطلحات في البرنامج.